يعني بصراحة يحلم الواحد يحط جل تفكيره وجل اهتمامه ووقت فراغه في إنه يصنع كذي أفكار ويسوي كذي أفكار للبلد من خلال إنتاج شيء مفيد، مو إني أفكر شلون أروح أذبح شخص ويعني وأخلي روح الله سبحانه وتعالى بث فيها الروح إنها تروح من أرض الدنيا هذه كلها بسبب سخيف. أكيد احنا ما نقول يمكن هذه ظاهره، نقول يعني حالات شاذه بالمجتمع. الالعاب الناريه والاجواء الحلوه هذه هي اجواء الكويت الحبيبه، اكيد برجال الداخليه اللي استطاعوا بجريمه انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن شفنا صوره لاحد المجمعات التجاريه انتشرت بالكويت لجريمه بشعه، لجريمه قتل من قبل شباب. يعني ما ندري شنو الاسباب، شنو الدوافع اللي تخلي مثل هؤلاء الشباب يعني يقومون مثل هذه الجريمه. وخلال 6 ساعات يمكن يا غاده استطاعوا رجال الداخليه القبض على 6 من الشباب المتهمين في جريمه القتل هذه. يعني شوف الصوره تعور القلب، وما تعودنا نشوف كذي. يمكن هذه المشاهد شفناها بس بالغزو الغاشم، يعني الله يحفظ الكويت، يوم غاروا علينا وذبحوا عيالنا شفناها وكش علينا شلون يصير في دم، شلون يصير في كذي. بعدين اشوف الامر استسهل، وايد امور قاعد تصير على ارض الواقع غريبه عجيبه ما نشوفها الا بالمسلسلات او الافلام تحديدا، وديار بعيده مو عندنا احنا هني. روح ربي خلقها، ليش اسلبها؟ ليش احرمها الدنيا واحرم اهلها؟ اكيد كثير ملابسات وكثير دوافع تخلي مثل هذا الشاب الصغير انه يروح يذبح ويشوف دم ويقتل. يعني هذا لما بيكبر وش بيصير؟ ايش بيسوي؟ ما ندري، الله العالم، لان البيئه اللي هو طلع منها تمثله بالاخر. حلو. كثير ملابسات راح تكون، كثير امور دوافع خلت هذا الشاب تصير يسوي هذه الحادثه، لكن الدكتور او الاستاذ بسام راح يكلمنا الاستشاري التربوي عن الدوافع استاذ بسام اللي تخلي الشاب انه يستجري بهذا العمر يحمل سكينه ويقتل روح ويشوف دم ويشوف هذه الروح تروح قدامه. شنو هي بصراحة غريب الوضع. يمكن دكتور يقول لك صباح الخير، بداية دخلنا على طول بالضبط. لا صباح النور، حياكم الله. يمكن الأحداث اللي قاعد تشوفها بالكويت أكيد تحرم هذه مثل هالأحداث. نتكلم عن العنف أسبابه ودوافعه. من أهم أسباب العنف غياب الدور التربوي، أنتم ذكرتوه صحيح، غياب الدور التربوي للأسرة. الأب ما قاعد يقوم بدور، ليش؟ الأجهزة سرقت أولادنا. صحيح، قاعد تربيهم. إحنا نشوف يعني يطلعون الأسرة قاعدة والأولاد كل ماسك جهاز، الأب ماسك جهاز، الأم ماسك جهاز، الدور التربوي غاب. صحيح. الولد بروحه بغرفته ما يشوف قدوات. صحيح. ما يشوف أبوه شلون يتعامل مع الناس وكذا. سرقت الألعاب. طق في الألعاب تشوفوهم دوما قاعدين يلعبون بس ذبح. كل عنف. غياب التربية حتى في المدرسة للأسف الشديد قل، يمكن نقدر نقول المعلم ما صار دور تربوي واضح له. يمكن المعلم لأن الأسرة يعني جردت المعلم من هذا نعم الشيء، فصار المعلم يبي يعطي مادة علمية بس. غياب الدور التربوي الواضح في المدرسة، غياب الدور التربوي الواضح لولي الأمر، هذا خلى أولادنا يتجهون اتجاهات يغيب فيها العقل. سبحان الله. لذلك تعريف العنف، تعريف العنف في الموسوعات الاجتماعية هو غياب الوعي عند فرد معين. سبحان الله. زين يمكن دكتور إذا بنكون بالحدث أكثر، مثل هالجرائم اللي بدأت تنتشر في المجمعات التجارية، شنو تفسيرها بالنسبة لك؟ تفسيرها غياب عقل، غياب تفكير. انت تخيل لما الولد داش المجمع ويا سكين، هذا جايبها من البيت طبعا، سبق واصرار وترصد. مثل ما ذكرت الاختنا، من يقتل مؤمنا بالضبط جزاؤه يعني عند الله عز وجل عظيم جدا طبعا، يعني هو تغيب عنه اهميه الانسانيه كامله. طبعا. هو ايش بيصير لما ماخذ السكين؟ اما ان يقتل مسلما او يقتل نفسه. يعني ما في حل ثاني. طب ما قتلت، ما قتلت حد، لكن شنو رد فعل؟ انا اقول امي لما تسمع اني انا حاولت قتل شخص. صحيح. دمعتها والله اغلى من اللي انا اللي بسويه. صحيح. التربيه الاسلاميه الحقه انه انا بس اشوف واحد ابتسم له.
صحيح اكيد صدقة. الحين انت رايح مجمع استاذ يعني وانا شايله معي آلة حادة، ليش؟ معناها في نية، نية في نية. إن الله عز وجل ماذا يعلمنا؟ وقولوا للناس حسنا. طبيعي خل كلامنا حسن، خلينا احنا نبتسم. حادثة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف شلون يتعامل لما تظهر القدوات الصح. صحيح. لما دخل القصة المعروفة، الذي دخل إلى المسجد ودخل ويبول في المسجد. صحيح. فالصحابة يعني وين وين وين، ماه ماه ماه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه لا تزرموه، خل بس خلاص، قال له تعال. إن هذه المساجد لا تصلح لهذا، وإنما هي للذكر ولقراءة القرآن وللصلاة. صحيح. فردت فعله هو شنو؟ هو خاف لما هجموا عليه الصحابة، وما هو وين رايح وين كذا، فخاف. فكانت ردت فعله لما شاف التعامل اللطيف من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر لأحد معنا أحدا. قال أوه أنت أصابك لقد حجرت واسعا، رحمة الله عز وجل واسعا. شوف التعامل الطيب شلون يكثر. طبيعي. اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشده من عنقه، اليهودي شده من عنقه وأثرت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ تركه أنا ويا ندفع. صحيح. فالتعامل الحسن هذا شنو يؤثر؟ هذه التربية الصح. صحيح. نعم. صحيح. إحنا الحين نظرة قاعد خزني. صح. تبدي من نظرة يمكن، وليش تخزني وخزك، وتبدي مشكلة إلى أن تصل إلى القتل. مثل هذه الحالات أستاذ بسام، يعني خلينا نقول حالات فردية، شنو تأثيرها فيما بعد على المجتمع بشكل عام؟ هذا الشخص هو ليس وحده. صحيح. هذه أسرة كاملة يمكن يدمرها. مو بس أسرته، أسرة مثلاً المغدور. صحيح. فأنت مجتمع كامل أنت قاعد تأثر فيه، قاعد تأثر هذه كل أسرة هي لبنة في المجتمع، أنت قاعد تأثر في الدولة كاملة. لذلك إحنا قاعد نقول إن مثل هذه القضايا أنت تقتل إنسانية. الله عز وجل لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لقتل امرئ، قتل امرئ عند الله عز وجل أصعب من أن تهدم الكعبة حجرا حجرا. سبحان الله. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لو البشرية كلها اجتمعت على قتل امرئ، الله عز وجل يدخل هذه البشرية كلها النار. صحيح. لأن الروح عند الله عز وجل غالية. ليش صار الاستسهال أستاذ بسام في هذه الأمور؟ ليش صار في سهالة يعني في سن صغيرة وعادي ارتكب الحماقة؟ عدم وجود قدوات، مو قاعد يتربى صح. ترى يعني التواصل الاجتماعي اللي قاعد تصير، الزوج والزوجة والشراكة اللي قاعد يدخلون فيها أساسا هم غير قادرين على إنشاء هذه الشراكة، يعني قل دورهم وتركوا الأولاد للأجهزة بشكل كبير جدا للأسف الشديد. غياب الدور التربوي، غياب الوازع، ما صار يفهم ايش قاعد يصير، استسهل، عدم تطبيق القانون أو تساهل في تطبيق القانون، هو مو عارف إنه أنا ممكن أسوي أي شيء وأطلع عادي وأطلع عادي منها. كل هذه القضايا جعلت الأمور يعني بالنسبة للإنسان إنه سهل. غياب الوعي، أنت إيش قاعد تسوي؟ أنت قاعد تسوي شيء عظيم جدا. هذه القضايا إذا لم يربى عليها الإنسان صح، إضافة إلى تأتي وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الترفيه والله بعد شنو سوت يعني؟ أي هذا سوت فينا عصر سرعة. صحيح. خلت ردة الفعل سريعة جدا، هي بيشوف الفعل على طول على طول. احنا الحين مثلا خلينا نقول سناب شات، سناب شات خلال لحظات بالصورة تطلع. فلذلك اللي صار حتى في التربية يقولون، حتى في التعليم، ان المفروض الان بسبب وسائل الاجتماع، الوسائل يعني الجديدة هذه والسرعة، ان التعليم لا يستمر فترة طويلة، يعني الحصة الدراسية طبعاً لابد ان تقسم كل 10 دقائق اسلوب تربوي او نشاط يختلف. ليش؟ صحيح. العقل الان برمج ان نبي كل شيء سريع، كل شيء سريع، كل شيء سريع. والله صاروا الطلبه يدرسون اي ام اقعد انا 40 دقيقه واقعد بحصه بطلت القصه هذه، لان عقلنا احنا الان برمج. الان صار اقل رده فعل رد فعل عنيف على طول، لانه متعلم من الاجهزه، متعلم انه على طول رد فعل. لكن طيب ما فكر العلاج استاذ بسام، يعني شلون نقدر نعالج هذه الازمه؟ قاعد تتفاقم بشكل طبيعي كبير بصراحه. احد طرق العلاج أخذ ولدي إلى الديوانية، خليه يتعامل مع الناس، خليه يشوف الناس. جميلة بالكويت الدواوين، يمكن نشوف أنواع الناس. خليه يشوف الناس يختلفون مع بعض ويتناقشون، ما حد ذبح واحد. صحيح.
فهو يتعلم يشوف أبوه شلون يتعامل، يشوف الناس شلون تختلف مع بعض. نعم. ما في معنى نختلف، لك رأي ولي رأي، مو قم أذبحك. نعم. فهو يتعلم فعلا في القدوة، يشوف الناس كيف تتعامل، شلون يختلفون مع بعض. مهم جدا القدوات، مهم إنه نشوف، مهم إن علمه الرفق. أكيد يعني نهدي شوي جميلة. السرعة سريعين سريعين سريعين، الخط السريع دائما ساحبين، كل شيء عندنا سرعة. الرفق ها. بالنسبة حق دور الأهل، دور المؤسسات يمكن أستاذ شنو راح تكون؟ التوعية مساجد حلو تكون واضحة، المدارس، المدارس صحيح. الظهور الدور التربوي يعني بالنسبة لي أنا كولي أمر، أنا ولدي قاعد في المدرسة أكثر من البيت، لذلك الدور التربوي لازم يكون واضح صحيح. فالتربية لابد أن يصير في زرع قيم. أكيد قيم جميل. وليس ومضات. نعم. مو والله إن أنت صدق مثلا كن صادق، لا مو كذي صحيح. زرع قيم محتاج أسلوب، محتاج إن إحنا نقلل المادة العلمية. أكيد هاي دور الاستشاريين خاصة استشاريين التربية في هذا الموضوع. يمكن أستاذ ركز على نقطة التواصل الاجتماعي وبرامج السناب شات والإنستغرام. قاعد نسمع بين فترة ثانية قيام يعني محامين برفض مثل دعوات معينة لوقف هذه الوسائل. هل يعني كون استشاري مع هذا الموضوع ولا؟ والله أنتوا عارفين. صعب. الشاب. صعب. انك انت تمسك الامور استشرت اكثر يعني بدات تخرج من ايدينا بالضبط. فاذا ولي الامر ما اتخذ قرار حاسم صحيح ويسيطر على الموضوع، لذلك احنا نسمع خاصه في قضايا التربيه في الغرب، ترى الان هم مسيطرين، احنا فلتت منا، فاحنا لنا دور ان لابد ان نرجع مره اخرى ونتولى القياده صحيح. القياده في البيت، القياده في المدرسه، مدرسة صحيح. القضايا التشريعيه هذه صحيح. الخصوصيه يمكن بعد استاذ بسام، الضغط النفسي وساعات الحقد الاجتماعي اللي يصير او يعني تكون بذره بسيطه فتنتشر داخل هذا الانسان فيصير عباره عن سواده تمشي، فيكون الحقد كثير كبير على الطرف الاخر او من نظرائه، فهذه مشكله اخرى يمكن تخلي الشخص يلتجئ الى عمل اشياء ممكن يقول لك هي يعني منتهيه السالفه، فخليني انا على قولتنا بالكويتي هي خاربه خاربه خليني اعميها، يعني يمشي على هذا المبدا وعلى هذا المنهج، فبالتالي هو قاعد يبدد مجتمع، قاعد يقتل افراد من المجتمع. نعم. فعلى كل واحد موجود في هذه الارض يحترم كثير من الامور في داخله في مجتمعه، يحاول يتاقلم مع هذه الامور حتى يكون هناك اريحيه في الحياه. ما نشوف بين يوم واخر، يعني تخيل حادثه 360 تبعتها حادثه المارينا، صار في استسهال في الامر استاذ بسام، ولابد يكون في حزم. انا دائما اقول استاذ بسام يمكن توافقني الراي او لا، اذا الشخص مو قادر انه يسوي شراكه مجتمعيه بعمل اسره، لا يفكر يتزوج، لا يفكر يجيب خلنا نقول عاهات على المجتمع بصراحة، هذه تعتبر عاهة، ما يعتبر فرد فعال في المجتمع. نعم. فبالتالي يكون على قدر هذه المسؤولية، لذلك تكوين الأسرة ليس زواج فقط بالضبط، هذا اللي قاعد يحصل. لدور تربوي، لدور تربوي أنت تصنع مستقبل مستقبل البلد كاملا بالفرد صحيح. فلذلك أنا لي دور أن أنا أنمي هذا البلد، خلي ولدي له اهتمامات صحيح. الفراغ هذا ترى هو يمكن قد يكون من أحد الأسباب الهامة صحيح. وين اهتمام الإنسان بمجتمعه، يكون له دور في المجتمع، على الأقل يشترك في نادي، على الأقل طاقته هذه تطلع، ما أخلي ولدي هدد صحيح يروح متى ما يبي ويرد ما يبي، لا لي دور تربوي أنا، حتى هو قاعد معاي مو تليفونات وكذا. نعم دكتور، يعني إذا طاف الوقت مثل ما أنا بنقول، واليوم إحنا يمكن قلنا الخبر قبل شوي، القبض على 6 شباب في عمر الزهور مواليد صغار، هذين الشباب سواء من الكويتيين أو من المقيمين أو غير الكويتيين صحيح، في حل بالنسبة لهم يعني بعد ارتكابهم لهذه الجريمة كونك استشاري تربوي؟ والله هو الإنسان فيه خير مهما كان صحيح. هي قدرة الخير موجودة، قدرة الخير موجودة. إيه؟ هو مشى بطريق خطأ صحيح، أكيد لم يجد من يعني يقومه، أو وجد من يقومه بس ليس بطريق الصح تمام. فهذا الإنسان محتاج إلى ناس، يعني إحنا نسمع مثلا الناس في السجون، وسبحان الله بعض اللجان الخيرية التي تشتغل في السجون تطلع منهم ويطلع داعية بالضبط. فمعناه هذا مهما كان مجرما مهما فعل، ترى بذرة الخير موجودة، بس احنا نبذل الجهد. ومن اهم الاسباب الدعاء صحيح. احنا انتوا لما احنا نتكلم نقول البلد وكذا،
ندعي للبلد. صحيح. والله ندعي للبلد، ترى الله عز وجل يسمع ويجيب. أكيد. الناس أكيد. هذه تتحسن. ندعي لأولادنا. صحيح. لما أنا أصلي أدعي لأولادي إن الله عز وجل يهديهم. أستاذ بسام، يمكن كلامك في متمة، اللي قاعد يخوف في الأمر أن هذه الجرائم اللي قاعد نسمعها تكون في أمريكا وغيرها من هذه الدول الأجنبية، يمكن اختفاء يعني الوازع الديني أساسا مو موجود عندهم، فعندهم حلال أن يسوون كل شيء من غير أحد ما يردعهم، لكن اللي قاعد يحصل عندنا على عينك يا تاجر أمام مرأة الجميع في مجمعات أمام الناس، أطفال كبار ما عنده أي مشكلة إذا في كاميرات مراقبة، إذا في شرطة أساسا فهو عاقد أني، هذا مؤشر وايد خطر، وخاصة لما يكون يعني ما بي أحدد نوع الجنسية أو غيرها، باختلاف الجنسية هو إنسان بالأول والأخير. صحيح. فليش هذه الجرأة قاعد تصير؟ الجرأة لأن من الأسباب اللي ذكرناها قد يكون في تساهل في تطبيق بعض القوانين، هو عاقد النية خلاص يعني أو أن التطبيق أو قصدك القانون، القانون لأنه هو في البيت شايف ما في عقاب. بالضبط. وفي المدارس برضو في تساهل في قضية تطبيق القوانين. بس الدولة ما راح تسكت على هذا الشيء، بس راح يكون عقاب متى بعد ما يساوي جريمة ما يطيح الفاس والرأس. هذه مشكلة أخرى، يعني نتمنى الأسر توعي عيالها سواء مقيمين كويتيين غير محددين غير كويتيين، وعوا عيالكم يا جماعة. دائما أنا أقول الإنسان واجهة أمه وأبوه، فأي تصرف يصدر منه دليل على أن والدينا ما ربوا، وما أعتقد في والدين ما ربوا وتعبوا، يعني حرام نطلعهم بصورة سيئة. نعم. وايد حرام. فبالتالي وعوا عيالكم، القانون راح ياخذ مجراه، الحكم راح يصير، وحاليا الوضع راح نقول يقول الكل ويقول خايف على عياله، فبالتالي طبقوا القانون صح، يعني قطعوا الأعناق، اللي يغلط خلاص ياخذ جزاه. نعم. يمكن دكتور قبل كان لوسائل الإعلام دور ورسالة توجه من خلال الاستشاريين التربويين، اليوم من خلال التواصل الاجتماعي ذكرنا مساوئة، أكيد في أشياء إيجابية ممكن أكيد. توصلون فيها رسالة أكيد. لا تزال أن في بعض نقول المواقع أو بعض التطبيقات. صحيح. أو بعض تنشر الخير بين الناس. نعم. وتوعي، لكن سبحان الله القضايا اللي هي قضايا العنف وكذا. صحيح. يحبونها الأولاد. أي بالضبط. ليش؟ لأنها جابوا لها بشكل لعبة. نعم. هني وين فن التربية. بالضبط. إحنا أساليب لازم تتغير تربوية. ليش الأهل بعدوا شوي؟ ليش المدارس بعدت شوي؟ لأن مو قاعدين نمشي أو نوصل رسائلنا بالطريقة اللي يحبونها هم. صحيح. حلو. يعني تربية والأهل. تربية والأهل. الأهل. نعم. أكيد. تربية وازع. أهم شيء الوازع. والله يا دكتور كلامك صحيح. وأكرر الرفق، خلنا الناس تهدى شوي. بالضبط. هدوء. إيه والله. خففوا من التوتر والتشنج. نعم. الرفق ما كان في شيء إلا زعنا. أكيد والله. شكرا لك دكتور أستاذي بسام الحميد وجودك معنا في صباح الخير الكويت، من إن شاء الله الناس يعني تستوعب هذا الكلام وتحطه في عين الاعتبار. شكرا لك. نشكرك اليوم على وجودك دكتور. إحنا وصلنا وياكم مثل ما قال شوفون الكادرات إلى الختام، نشوفكم إن شاء الله في حلقة باكر في أمان الله. أكيد من البيت العامر كويت بو ناصر كنا معاكم وبنكون دايم سلام.